متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية. هذا الأسبوع المتوقع فيه أن يتصادف بدء فصل الصيف من الناحية الفلكية، فهل ترتفع درجات الحرارة بالتصادف مع هذا الأمر؟ خاصة وأن فصل الصيف من ناحية علم الأرصاد يبدأ في الأول من شهر حزيران شهر 6، ولكن منذ بدء فصل الصيف من ناحية علم الأرصاد الجوي لم ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت عن المعدلات، بل وتعيش المملكة في بعض والعديد من ليالي هذا الشهر أجواء مائلة للبرودة في ساعات الليل. لكن الأمور تختلف خلال هذا الأسبوع، خاصة بنهاية هذا الأسبوع. لنبدأ باستعراض توقعات الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع يوما بيوم. بيوم الأحد الأجواء كما نلاحظ مشمسة في مختلف ومعظم مناطق المملكة، لكن معدل درجة الحرارة مثلا في العاصمة عمان خلال هذا الوقت تقريبا حوالي يصل إلى حدود يتجاوز 31 درجة مئوية، وبالتالي عندما نتحدث عن 28 درجة مئوية في ساعات النهار نقول بأن درجات الحرارة أقل من المعدلات والأجواء تكون معتدلة إجمالا، بل وتكون أقرب إلى الربيعية من كونها صيفية. ليلا 19 درجة مئوية في إربد، 29 إلى 18 في جبال الشرى، من 25 إلى 17 في معان والبادية الجنوبية، 31 إلى 20 في خليج العقبة، ترتفع إلى 37 في ساعات النهار، والصغرى 27 درجة مئوية، والأجواء تميل الحرارة هناك في رويشة 37 إلى 21، وعموم البادية الشرقية إجمالا الأجواء تكون بها حارة في ساعات النهار على وجه التحديد. تنشط الرياح كل يوم تقريبا بعد الظهر مثيرة للغبار في بعض المناطق الصحراوية من جنوب وشرق المملكة. يوم الاثنين وهو يعتبر أول أيام الانقلاب الصيفي، ويعتبر هو أطول أيام السنة في ساعات النهار وأقصر ليل في السنة. كما نلاحظ درجاتها تبقى على ما هي عليه الحال، 28 درجة مئوية تقريبا في العاصمة عمان، لا تغييرات جذرية سوى ارتفاع آخر متوقع درجات حرارة في العقبة تصل إلى 38 درجة مئوية. والأجواء طبعا في سواء في البحر الميت أو في الأغوار أو حتى في خارج العقبة الأجواء أحر وأكثر حرارة مما عليه الحال في باقي محافظات المملكة. الأجواء تكون في ساعات النهار معتدلة بشكل عام، تميل البرودة في ساعات الليل المتأخرة في بعض المرتفعات الجبلية العالية. يوم الثلاثاء أيضا لا تغييرات جذرية مرة أخرى على الأجواء، تبقى درجات الحرارة ما بين 28 و 29 درجة مئوية، وبالتالي هي أقل بقليل من معدلاتها المعتادة في ساعات النهار. والأجواء في ساعات الليل تكون معتدلة لطيفة، لكنها تميل البرودة في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية العالية. كما نلاحظ درجات الحرارة تكون مثلا في العاصمة ما تبقى 29 درجة مئوية في ساعات النهار، 30 درجة مئوية في إربد، 27 درجة مئوية في جبال الشراء، تكون في البادية الجنوبية 33 درجة مئوية، تصل إلى 39 درجة مئوية في خليج العقبة، وبالتالي الأجواء حارة هناك. أما في رويشت فتكون حوالي 37 درجة مئوية وعموم مناطق البادية الشرقية. يوم الأربعاء يبدأ هناك تدفق لهواء أكثر سخونة قادم من شبه الجزيرة العربية، وبالتالي يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي أيام الأربعاء والخميس والجمعة. فكما نلاحظ يوم الأربعاء تصل درجات الحرارة إلى معدلاتها المعتادة، تعود الأجواء الصيفية العادية المعتادة في المملكة سواء في ساعات النهار أو حتى في ساعات الليل، تصبح الأجواء ليلا معتدلة تماما، يعني ستتراجع يعني وجود الهواء البارد أو الأجواء المائلة للبرودة في ساعات الليل في معظم المناطق. درجة حرارة في العاصمة عمان 31 درجة مئوية في ساعات النهار، 32 درجة مئوية في إربد مثلا، حتى في ساعات الليل كما نلاحظ درجة حرارة في العاصمة عمان ليلا 22 درجة مئوية، بعدما كانت 16 18 19 درجة مئوية في ساعات الليل الآن تصبح 22 درجة مئوية، تصل إلى 34 في البادية الجنوبية ومعان، 39 درجة مئوية في خليج العقبة، 28 درجة مئوية في جبال الشراء، وتكون في المنطقة الشرقية بما فيها رويشة 39 درجة مئوية، والأجواء تكون حارة هناك. يوم الخميس كما نلاحظ القطاع الجنوبي وأيضا حتى الشرقي من المملكة تحت تأثير أجواء حارة للغاية بسبب اقتراب كتلة هوائية حارة من هذه المناطق. درجات الحرارة تصبح قريب 40 درجة مئوية في تلك المناطق أو ما يتجاوز ذلك، والأجواء حارة سواء في البادية الجنوبية في معان في العقبة وحتى في البادية الشرقية. ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المقابل في المناطق الوسطى والغربية والشمالية الغربية من المملكة، تصل مثلا في العاصمة عمان إلى 32 درجة مئوية، الأجواء صيفية عادية، هذا هو الطقس الصيفي المعتاد في المملكة خلال فصل الصيف، وحتى في ساعة الليل الأجواء أيضا معتدلة. لكن يوم الجمعة متوقع المزيد من الارتفاع درجات الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية في العاصمة عمان، وهنا نستطيع القول بأن الأجواء تميل الحرارة في ساعات النهار في يوم الجمعة المقبل لأول مرة منذ فترة طويلة. حتى في ساعات الليل 34 درجة مئوية في إربد و30 درجة مئوية أيضا
في جبال أشرة. أما المناطق الجنوبية وحتى الشرقية للمملكة الأجواء بها حارة للغاية بسبب اقتراب لهذه الكتلة الهوائية الحارة، تصل في العقبة مثلا إلى 42 درجة مئوية في ساعات النهار، وتصل في الرويجد إلى 43 درجة مئوية أيضا في ساعات النهار، وبالتالي الأجواء حارة للغاية في هذه المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة. إذن هذه هي توقعاتنا للحالة الجوية لهذا الأسبوع، أسبوع يتوقع أن يشهد فيه تغييرا فيه على الأجواء، خاصة مع نهاية الأسبوع والذي طبعا بالمقابل تصادف به بدء الانقلاب الصيفي به على المملكة يوم الاثنين، ولكن حتى ذلك الحين تبقى درجات الحرارة في ساعات الليل منخفضة بعض الشيء لبعض المناطق، وتكون الأجواء بها مائلة للبرودة. أتمنى لكم جميعا أسبوعا مباركا أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.